السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا صغاري؟ اشتقت لكم كثيرا. عنوان درسنا لهذا اليوم في مادة الاجتماعيات هو محافظات المملكة الأردنية الهاشمية. إذن ما هو عنوان درسنا لهذا اليوم؟ محافظات المملكة الأردنية الهاشمية. نعيد من جديد، ما عنوان درسنا لهذا اليوم؟ محافظات المملكة الأردنية الهاشمية. ممتاز. في البداية يا صغاري، تتكون المملكة الأردنية الهاشمية من 12 محافظة. إذن تتكون المملكة الأردنية الهاشمية من 12 محافظة. لو سألتك يا صغيري، كم محافظة في المملكة الأردنية الهاشمية؟ ماذا سيكون جوابك؟ ممتاز، 12 محافظة. إذن تتكون المملكة الأردنية الهاشمية من 12 محافظة. يا صغاري، يا عبقري، ما هو الرقم الذي يسبق 12؟ ما هو الرقم الذي يسبقه؟ بواحد. أحسنتم، 11. انظر يا صغيري إلى الصورة جيداً. هذه الصورة تعبر عن الاتجاهات. الاتجاهات يا صغاري تتكون من الشمال، الجنوب، الشرق، والغرب. إذا الشمال، الجنوب، الشرق، الغرب. بالبداية يا صغاري، سوف نتعرف على محافظات الشمال بالنسبة للعاصمة عمان. محافظات الشمال بالنسبة للعاصمة عمان. ما هي محافظات الشمال بالنسبة للعاصمة عمان؟ إربد، جرش، وعجلون. إذن إربد، عجلون، جرش. إذن ما هي محافظات الشمال يا صغيري؟ إربد، عجلون، جرش. ما هي أيضا محافظات الشمال؟ إربد، عجلون، جرش بالنسبة للعاصمة عمان. أما محافظات الغرب بالنسبة للعاصمة عمان هي البلقاء ومأدبة. محافظات الغرب بالنسبة للعاصمة عمان، عاصمة الأردن، هي البلقاء ومأدبة. ما هي محافظات الغرب يا صغيري بالنسبة للعاصمة عمان؟ البلقاء ومأدبة. رائعين. إذا ما هي محافظات الغرب بالنسبة للعاصمة عمان يا صغاري؟ ممتاز، البلقاء ومأدبة. أبطال. أما محافظات الشرق بالنسبة للعاصمة عمان هي المفرق والزرقاء. محافظات الشرق بالنسبة للعاصمة عمان هي المفرق والزرقاء. محافظات الشرق بالنسبة للعاصمة عمان هي المفرق والزرقاء. صغاري أبطالي، لنتذكر سويا، الزرقاء لام شمسية أم لام قمرية؟ أحسنتم، لام شمسية. أما يا صغاري محافظات الجنوب، محافظات الجنوب هي الكرك، الطفيلة، معان، والعقبة. إذا محافظات الجنوب يا صغاري، محافظات الجنوب بالنسبة للعاصمة عمان. ما هي محافظات الجنوب بالنسبة للعاصمة عمان؟ هي الكرك، الطفيلة، معان، والعقبة. من منكم زار العقبة ورأى البحر ورأى الأسماك وركب في السفينة؟ من منكم يا صغاري؟ ممتاز وجميل. انظر يا صغيري جيدا إلى خارطة الأردن. ذكرنا أن محافظات الشمال تتكون من إربد، عجلون، جرش. إذن محافظات الشمال تتكون من إربد، عجلون، جرش. ومحافظات الشرق تتكون من المفرق والزرقاء. إذن محافظات الشرق تتكون من المفرق والزرقاء. طبعا محافظات الشرق بالنسبة لمن؟ بالنسبة للعاصمة عمان. عاصمة الأردن عمان تقع في وسط الأردن، في الوسط. إذن نحن نقول
محافظات الشمال بالنسبة للعاصمة عمان ومحافظات الشرق بالنسبة أيضا للعاصمة عمان. أما محافظات الغرب وهي البلقاء ومأدبة. محافظات الغرب بالنسبة للعاصمة عمان هي البلقاء ومأدبة. أما محافظات الجنوب بالنسبة للعاصمة عمان هي الكرك، الطفيلة، إمعان، والعقبة. الكرك، الطفيلة، إمعان، والعقبة. طبعاً هذا محافظات الجنوب بالنسبة للعاصمة بالنسبة للعاصمة عمان. ممتازين. انتهى درسنا لهذا اليوم. أحبكم جداً. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إلى اللقاء في الحصة القادمة.